شهد بنت بعمر 13 سنة لقوها مرمية بمقبرة، وكانت عليها آثار ما شخص مضروب على جسده، وكانت ملابس حاجة كذلك. اللي صار وياها مرعب جدا، لكن اللي صار واللي حدث كان من الجن، لكن سببه أمها، واللي حدث ما حد عرفه بدايته، لأن البنية كانت فاقدة عقلها حرفيا. قصة مخيفة جدا وبيها عبرة وبيها فائدة، يا ريت تشاهدوه للأخير حتى تستفادون من عده. لكن قبل لا أبدي بيها، صلوا لي على الحبيب المصطفى واذكروا لي الله يا جماعة الخير، لأن الجن على ذكرهم يحضرون. ويلا نبدي بقصتنا. يقول سليم صاحب القصة، واللي أنا راح أخذ الدور بمكانه، يقول كنا نسكن إحنا وبيت عمي بشارع واحد، لكن علاقتي بيهم كانت مو قوية، ووالدي أنا متوفي يعني ما نطب عليهم ولا يطبون علينا. بالنسبة لعمي كان متزوج قبل وتوفت زوجته، وتزوج وحدة ثانية صغيرة بالعمر، وبنته شهد كان عمرها تقريبا 13 سنة بذاك الوقت. بعد ما تزوج عمي فوق ما كان يكرهنا صار يكرهنا أكثر وأكثر. تخيلوا بيوم من الأيام فتت من يمه، هو كان واقف بالباب وزوجته كانت واقفة عنده، وطالعت حتى جيت أريد أسلم عليه، بس بوقتها بدأ يصيح عليه ويقول لي ليش تطالع، ما أعرف إيش بيه. مرة واحدة تغيرت كل سلوكياته ويانا وصارت مشاكل، المهم يعني ما كان بيناتنا حتى السلام، لكن هو يبقى عمي. المهم يوم رايح أني يوم جاي، ودائما كنت أتأخر يلا أرجع. بيوم من الأيام رجعت تقريبا على الساعة 1 بالليل، فتت من يم بيته سمعت صوت ما الصراخ جوه، ما المرة تصرخ وتعيط، وبنفس الوقت كنت أشتم ريحة موجودة تطلع من البيت، كانت ريحة معفنة. ظليت واقف عند الباب وأريد أدقها وأريد أصيح، لكن خلص هو ما يحكي وياي، وخاف يطلع يسمعني كلام وزين، احتمال جاي يتعارك ويا زوجته. المهم قويت قلبي وقلت خل أدق الباب وأشوف، وبعد ما دقيت الباب سكت الصوت كأنه ماكو شيء. دقيتها مرة ثانية وما حد طلع، قلت خل أكمل طريقي وأروح لبيتنا، وفعلا تركت كل شيء ورحت للبيت. وورها الموقف هذا تقريبا بثلاث أيام صارت الريحة بالشارع ما تنطاق نهائيا، ريحة كأنه أكو حيوان ميت ومتعفن. المهم الجيران التموا وخابروا الشرطة، لأن كانت الريحة تطلع من البيت. ويوم اللي دخلوا اتفاجأوا كان عمي وزوجته مقتولين، وكانوا بصورة بشعة ما تنوصف نهائيا. عمي كان مضروب على صدره وصدره مفتوح، أما بالنسبة لها هي فكانت مو طبيعية. طبعا ما كانت لابسة أي حاجة وما أعرف شنو اللي حدث، جسمها كأنه بأحرف عربية من فوق لجوا، وكانت عيونها طالعة من مكانها، وفوق هذا كله أذانها وخشمها كان طالع من عندهم دم، يعني كانت ناسفة. المهم بذاك الوقت الشرطة طلعوهم وبدأوا يحققون، لكن الكل كان دايخ، حتى الآلات اللي مضروبين بيها آلات غريبة جدا، ومن اللي يقدر يسوي هيك بالجثث، لكن البنية كانت ما موجودة. المهم ظلوا الشرطة يدورون، بالبداية عبالهم مخطوفة، واستمرنا تقريبا أسبوعين ندور على البنية. وبالأسبوع الثالث ما أعرف شون الشرطة لاقينها بالمقبرة، رايح واحد ومتصل، طبعا هم أخذوا صور للبنية حتى يبحثون عنها. متصل واحد عليهم من المقبرة وقال لهم تعالوا وشوفوا إيش لقيت. لقوا البنية موجودة بسرداب تحت الأرض بمقبرة، وكانت تبكي وتصارخ. المهم بعد ما أخذوها الشرطة وجابوها وبدأوا يتكلمون وياها، يريدون يفهمون من عندها حاجة ما كانوا يفهمون شيء، كأنه البنية ما عندها عقل. ولقوها ملابس حاجة، ولقوا على جسدها آثار مال الكدمات. وطبعا في وقتها الكل حسب انه شخص كان طمعان بالفلوس ودخل، لكن البيت على حد يعني ما حد ماخذ من عنده ولا حاجة. والشرطة صاروا يتكلمون، هم إلهم مجال السحر وهاي الأشياء، لأن لقوا بعض الأوراق مرمية على الأرض ومكتوب بيها طلاسم غريبة، وحتى استعانوا بشخص يعرف بهاي الطلاسم
وقالوا لهم هاي طلاسم مال عقد ومحبة، يعني عقد قصدهم ربط لسان ومال محبة، يعني ما يوصل للإجرام بس الشخص اللي مسويها ما نعرف. المهم استمرت البنية بالمستشفى وحالة نفسية وما أعرف شنو تقريبا أكثر من 25 يوم، وبعدين قالوا يا أما تخلوها بالمصحة لأن البنية هاي مجنونة، يا أما تأخذوها وإحنا تكفلنا بيها ناخذها طفلة وصغيرة. المهم جبناها للبيت مالتنا، وقمت تاني يومية أتكلم وياها أريد أعرف اللي صار وياهم، مع العلم حتى الشرطة ما عرفوا وسجلت الدعوة أو تقيدت ضد مجهول، وقالوا راح نعوف الملف مالتها مفتوح منا لحد ما تبدي أدلة جديدة، وإذا البنية حكت عندكم حاجة فمباشرة نجيبوها علينا. المهم استمريت بذاك الوقت أنا أتكلم وياها بالليل. بيوم من الأيام كانوا أهلي نايمين وهي بالليل تظن نشطة وقاعدة، لكن الكل كان يخاف من عدها. بالليل لما تروح وتجلس بمكان تكون يعني صافنة بزاوية معينة، ولما تتكلم وياها ما ترد لك وتكون نظرتها حادة، حتى ملامحها تتغير. فكنت أنا دائما أجي وأتكلم وياها ما ترد لي، لكن هالمرة رحت عليه وقلت لها أنت ليش قاعدة ما تنامين؟ ظلت يعني تناظر باتجاهه، بعدين فرت عيونها علي وقالت أنت شو تريد من عندي بالضبط؟ عوفني بحالي وما عليك بيه ولا تتدخل. فضحكت بوجهها وقلت لها لا هو صار ديك المرة. قالت شنو اللي صار؟ وقامت تصرخ بصوت عالي وتضرب على وجهها كأنه سوت لها شيء، حتى البيت كله قعد وصاروا يحكون عليه وقالوا له عوفها بحالها. طبعا كانوا يجيبون عليها ناس يقرون قرآن لكن بدون أي فائدة، واللي يجي يقول ما بيها شيء أو ما أعرف لها أو حالتها مو يمي صعبة، بيهم شخص يجي يظل جالسة طبيعي يقرأ والما يقرأ ولا كأنه يمه، وبيهم لمن واحد يجي ويقرأ عليها مباشرة تغيب عن الوعي وما تصحى الحد ما يخرج يلا تقعد، ولما نسألها كانت ما تجاوب لأن هي أصلا عقلها مو براسها. المهم بعد هالموقف قررت أني أتركها بحالها، لكن بيوم من الأيام كان البيت كله نايم تقريبا على الساعة بالوحدة. المقبرة بعيدة علينا جدا، يعني مو قريبة، تقريبا بحدود 20 إلى 30 دقيقة بالسيارة. فهي كانت قاعدة وفجأة سمعت صوت كأنه جاي يتحرك بالباب، فقمت أتمشى على كيفي حتى أشوف، وبعدها فتحت الباب البرة وطلعت، وبمجرد أنه أنا كنت أمشي على كيفي أريد أشوفها وين راحت، ما شفت أي حاجة غير البنية اختفت. هنا أنا خفت أروح أقول لأهلي وطلعت أدور عليها، يعني أناظر يمين ويسار بالشارع وصرت أتمشى هي وين راحت، ما معقولة بهالسرعة تروح يعني نهاية الشارع وتلوف، لأن أصلا إحنا تقريبا بمنتصف الشارع. المهم قلت خلي أروح أركض الراس الشارع وأشوف، وبعد ما رحت أركض وطالعت فص ملح وذاب البنية ما أعرف وين اختفت، وبطريق رجوعي فتت من يم بيت عمي اللي صارت بي الحادثة. الباب اللي برا مالته يا دوب كانت مرشية لأن الشرطة كسروها ودخلوا، والباب الداخلية كذلك. من ذاك الموقف كنا نخاف ندخل بيه، وأصلا ما عدنا أي حاجة، فلوس كانت بالداخل أخذناها وباقي الغراض ويانا الناس وخلاص، والبيت انترك. أصلا الجيران اللي كانوا بصفة يقولون إحنا نسمع يومية صراخ، لكن إحنا كنا نقول عركة بينا وبين زوجته. المهم يوم اللي فتت حسيت إنه أكو أحد بالداخل وقررت أشوف أخاف هي رجعت لبيتهم. المهم قويت نفسي وقلت خلي أدخل، هم ناس وما توبي قابل شريد يصير، وهذا كان خطأي. المهم رحت تاني وبديت أدور، صرت أسمع أصوات بالغرف أو كأنه هي جاي تتعمد تختل لما تشوفني، يعني كل ما أشوفها يمكن مو هي، لكن كانت عبارة عن سواد بسبب أنه ماكو أي أضاءة بالبيت، الكهرباء انقطعت عنه. المهم قمت كل ما أطب بغرفة أسمع صوت وراي تركض الحد ما جيت أريد أطلع، كان يلقى شخص غريب واقف قدامي كأنه رجال أو شيخ كبير بالسن، ما كان مرتب لكن هدومه طبيعية ووجهه طبيعي، وقال أنت شرايد وليش تتبعها؟ قلت له وأنت منو وشرايد من عندي؟ وهي أصلا بتعمي وأنت جابك وشطببك هنا؟ أنا أول مرة أشوفك. رد علي وقال لي أنا منو؟ التفت وراك ذيك وينها واقفة. طبعا أول ما التفتت وراي
طالعت على الأمام، الفتحة مال الباب اللي كانت موجودة وهو واقف اختفت من قدامي، والمكان صار مغلق علي تماما، يعني لا فتحة شباك ولا فتحة باب، حتى الإضاءة اللي كنت أشوفها بالخارج مال البيوت اختفت من عندي، كأنه أنا انحبست. وقمت أشعر أنه أكو أحد قريب من عندي، وكنت كل ما ألتفت يعني وأحاول أنه أنا ألزم بيدي يختفي وما أعرف وين يروح. بعدين صار يضحك بصوت عالي لحد ما شفت عيون مال شخص موجود أمامي، كانت عيون مرعبة ومضيئة وما مبين منه غير بس عيونه، وقال أنت شكلك تريد تلعب وأنا أعرف شلون راح ألعبك، أنت متخيل تضايقها وتدخل بيتي وراح تطلع سلامات منه؟ بعد ما قال هالكلمة هاي حسيت أنه أنا أنصعق بكهرباء عمود الفقري، أشعر أنه واحد جاي يسحني من عنده، كمية ألم بظهري كانت مو طبيعية، صرت أصرخ بصوت عالي، وبعدين انسحبت من أقدامي وطحت على وجهي وصار يسحب بي وأنا أنضرب بالغراض اللي موجودة لحد ما قدرت أفتح عيوني. بعد ما فقدت الوعي لقيت نفسي بمكان بي رطوبة وبي ريحة ما تنطاق نهائيا وأظلم، لكن كنت أشعر أنه أكو حركة مال شخص وياي، وقمت أسوي من هنا وبديت أتلمس بوجهي وأتلمس بجسدي واشتم ريحة مال دم كذلك، الظاهران نازف وما أعرف شنو اللي صاير لي، المهم أقول أكو أحد هنا؟ منو موجود هنا؟ وكنت أسمع صوت مال حركة خفيفة لحد ما صرت أسمع صوت مال خربشة كأنه واحد جاي يمشي أظافره على الحائط خشين أو منثور هناك، وكان أسمع صوت مال أنين كذلك من هنا، وكان ترد علي بنت عمي اللي كان اسمها شهد، قالت أنت سويت حتى يجيبك هنا؟ قلت لها شهد هاي أنت وينك؟ قالت خليك بمكانك ولا تقوم ترى إذا قمت تتأذى. أقولها أنت وين بأي اتجاه؟ كانت تقول لي أنا عند الباب، وضربت الباب بأيديها. المهم شنو اللي صاير احنا وين؟ قالت احنا ببيته. اقول لها منو؟ قامت تضحك بهستيرية، اريد اقوم من مكاني، اشعر انه اني يعني مثل المقيد، او مرة واحدة حسيت بهذا الشعور، يعني لما افتح ايدي لما اريد ارفع راسي اشعر انه اني محطوط بمكان صغير وضيق لكن جاي يدخلي هوا. بعدين قلت لها شهد تسمعيني؟ قالت ايه اسمعك. فقلت لها احنا وين؟ قالت لي انت ايش رايد وشنو تريد تعرف؟ المهم قلت لها شهد احنا وين بس قولي لي. قالت لي ما اعرف احنا ببيته. قلت لها منو؟ قالت الرجل العجوز. قلت لها شي يريد من عندنا؟ قالت ما يريد شي، هي ماما جابت. قلت لها امك شلون ماتت؟ عمي شلون مات؟ قامت تضحك بصوت عالي وقالت هو اللي قتلهم، هو قتلهم وقال لهم انتوا ريت جبتوني وطلعتوني من المقبرة. طبعا كان الكلام مالتها مال وحدة خلاص عقلها ما موجود براسه، وظليت جالس لحد ما شعرت حاجة كأنه تلمس قدمي. يوم اللي التفتت وراي شفت اضاءة وشفت شخص مد ايده، وعرفت انه اني نايم بصف جثة كانت محطوطة باحد السراديب، وانتوا تخيلوا كمية الرعب والخوف، وكانت الجثة متحللة يعني بس القطعة مال القماش البيضة اللي هي الكفن كانت موجودة، وكان يصير ضوء بالمكان. الإضاءة اللي اشتعلت عبارة عن إضاءة من نار فقط، يعني قمت أشوف والمصدر مالها كان مبهم لكن جاي أشوف قدامي، كانت جالسة وتطالع بي. بعدين قالت انت تجابك هنا؟ فقمت من مكاني مشنج ما مصدق اللي جاي يحدث، أكيد هذا حلم واحتمال أقعد وألقى نفسي أني بفراشي وكل شيء مصاير. المهم بعدها تكلمت وياها ما ردت، ردت يعني أتحرك من مكاني أشعر أنه أني مزنجل وما جاي أقدر أتحرك لحد ما طفت الإضاءة مرة واحدة، وبعدين طلع علي الصبح. قمت أشوف إنارة تدخل من الإطار مال الباب، ولقيتها هي مرتمية على الأرض مغمي عليه، ورحت أضرب بالباب ضرب قوي وحاول أنه أنا أفتحها لكن ما كانت تنفتح، وبعدين قدرت أكسرها. لقيت طابوقة أو صخرة صغيرة بالأرض، ظليت أضرب بالباب لغاية ما انكسرت وقدرت أطلعها،
لما طلعتها برا وشافت الشمس حاولت أصحيها صحت، لكن ما كانت تتكلم عدل وأصلا هي صارت مجنونة. المهم أخذتها ورحت بيها للبيت، لكن الكل كان ما مصدق اللي حدث، وأنا واحد من الناس. الشور رحنا وصلنا للمقبرة ما أعرف، أتخيلوا ما كانت حتى عدي فلوس ولا كنت شايل وياي حاجة وحدي، حتى أقول أنا مشيت أخذ السيارة والمسافة بعيدة يعني مو مال واحد يروح، وهي الشور راحت للمقبرة هم كنت ما أعرف. المهم من ذاك الموقف أنا صار عقلي ما يجمع، وصرت أشوف هالرجل هذا بكوابيسي وبأحلامي، وأحيانا هي تطالع علي بنظرات غريبة خاصة لما كنت ألمحة أمامي. أحيانا نقعد بالحديقة برا وألمحة واقف بأحد الزوايا ويختفي، ومجرد أنه أنا أطالع عليها وبعيونها تبدي تبتسم كأنه هي هم تشوفه. المهم جمعتنا علاقة به، يعني كل ما أجي أتكلم وياها على الموضوع أريد أوصل النتيجة وأريد أعرف شنو اللي صاير، لكن بدون أي هدف للنص، ويبدأ عقلي يشتت أو أشعر بطنين أو أشعر بكهرباء موجودة بمخي بسبب هذا الموضوع وأنساه. ظلوا أهلي يعانون فترة، يعني يحاولون يعالجوها ويحاولون يعالجوني أني كذلك، لكن أنا كنت أهون من عدها لأن أتذكر كل الأشياء. المهم بعد فترة من العذاب النفسي اللي إحنا حصلناه، أجى شخص يصيحون عليه رفاعي، وهالشخص هذا كان مبروك تقريبا أو عنده كرامات مثل ما يقولون. ويوم اللي إجى ودخل ظل يطالع بوجوهنا وبعيونه، وترك البنت على صفحة وجع عليه وقال لي تعال وسولف لي. بديت أسولف إله، بعدين نظر بوجهه وقال لها جاي يتكلم صح لو يكذب. ملامحها صارت تتغير وبدت تغلط وبدت تشتم، وصارت تناظر علي وتسوي هيك حركة، وكانت كأنه عيونها تريد تطلع يعني راح أقتلك أو كانت تهددني. المهم رفاعي هذا قال لها ما تقدرون تسوون أي شيء، وأنا أعرف اللي موجود بداخلك، خليه يتركك ويعوفك أفضل. المهم قامت وصارت تتهجم علينا كأنه قط، يعني افترستنا افتراس مو طبيعي، ضربتنا على وجوهنا لغاية ما لزموها وكتفوها، وصار يقرأ عليها ارفاعي يقرب الآيات القرآنية وهي تصرخ أكثر وأكثر لغاية ما صارت ملامحها تتغير ووجهها صار أحمر كأنه دم، وحتى العروق اللي بيه برزت الأمام وأصابعها صارت تطلع دم، الأظافر كأنه الأظافر تخلعت. وأنا بذاك الوقت كنت أسمع صوت ما الصفير بإذاني لغاية ما مرة واحدة حسيت أنه حاجة طلعت من تحتها، يعني من تحت الكرسي اللي كانت جالسة عليه، كأنه قط صغير لونه أسود لكن ما بي أي ملامح مال القط، يعني كان عبارة عن سواد ولا أقدام، وإجا يركض باتجاهي كنت ما أقدر أتحرك وما أعرف وين راح. مرة واحدة صرت أصرخ بصوت عالي، وقمت أشعر أنه أكو حرارة دخلت بجسدي وصارت تتنقل على قدمي وعلى كتفي وعلى إيدي، وكنت أصرخ بصوت عالي لحد ما استقرت على وجهي وصرت أضرب بوجهي مثل المجنون. المهم واني أضرب أحس بالضرب ومرات ما أحس. المهم رفاعي كان مستمر بالقراءة علي وعلى شهد لغاية ما أنا صرت ما أسمع كل شيء، وبعدين رجع علي السمع وهو كان يتلو بآيات من القرآن. فتحت عيوني وكأنه أول مرة أجل هالمكان هذا، مع العلم هو كان بيتنا، يعني كنت فرحان ما كنت أشوف هاي الأشياء، كنت أشوف قطط أشوف كلاب أحيانا تدخل للبيت لكن ما أقدر أتكلم، أحيانا أشوف ناس غرباء. المهم ما نصرت أفضل، لكن شهد بعدها ورجع وقال قال عليها قرين مال المقبرة والسبب والدتها، أنتوا أكو شياء ما تعرفوها، الكلام اللي صارت تنطق به واللي تكلمت به واللي أنتوا ما فهمتوه قصد على أهلي هذا كلام على لسان الجن اللي كان متلبسها، لكن أنا أعرف الجن هذا ما راح يتركها، وأبوها وأمها ماتوا بسببه وبسبب الأم كذلك. المهم أهلي سألوا قالوا له شنو، قال لهم ما راح أقدر أقول لكم كل شيء لأن الجن يكذبون، بس أنتوا يعني ودوني للبيت وأشوف. المهم يوم اللي راح للبيت وصار يطلب آيات من القرآن بي، الصراحة كان شي بي ملموس، يعني البوب تتفتح وتنسد
قدامنا ما نقدر نقول كذب أو خزعبلات. الشبابيك كذلك كانت تنضرب، نسمع صوت مال واحد يركض، الحمام ما هدى نهائيا، وهو كان مستمر بالقراءة مال القرآن الحد ما راح وصعد بالغرفة اللي كانت فوق متروكة ودخل بيها وبدأ يقرأ آيات من القرآن وكان يتلمس الجدار. الغرفة بيها كراكيب على الأرض ما مد إيده، لكن كان يتلمس بالجدار الحد ما وصل مكان بالجدار وقال هل مكان هذا أضربوا ليه أو كسروه. طبعا الغرفة هاي اللي كانت فوق هي غرفة تابعة للسطح وانبنت جديد، يعني ما كانت مبنية قبل، البيت كان دور واحد وكانت هاي الغرفة ما موجودة. بعد ما تزوج بنا هاي الغرفة وبعد ما كسرنا طلع سحر موجود بالجدار هذا، والسحر كان عبارة عن رجل مال دجاجة وملفوفة عليها خيوط وورقة وهواي أشياء. المهم قال هاي من ضمن الأعمال اللي كانت مسويتها على مود عمك لأن هي تحبه وهو عنده فلوس وتخاف إنه يتركه. في وقتها إحنا ما كنا نعرف هي ليش هي سوت أو هو الجن ليش تسلط عليهم بهذه الطريقة. المهم الرجل هذا طلع هواي أسحار وبعدها قال خلص صارت واضحة ومبينة، كل سحر من ذني عليه جن وراح كلهم أفككهم، لكن أكو سحر من عندهم مدفون بمقبرة وعليه قرين، وهالقرين هذا ما راح يكف عنها أو يكف عنكم جميعا إلا تروحون وتطلعون السحر. ذاك الوقت كان الأمر صعب جدا وما نعرف شلون نتصرف، فقلنا له زين احنا وين راح نلقاه وشون محطوط ويا ميت؟ قال الناس اللي تسوي سحر وتريد تخفيه يخلونه بالجثث مال الأموات، وهناك القرين أحيانا يكون متواجد، فالقرين مرات ينتقم الصاحبة انتقام أو هو تقدر تقول عليه يعني يحب الخباثة، فيفرح جدا انه انت تجي وتدوس له على طرف، ومرت عمك هي داست للجن على طرف. المهم ما كنا نعرف وكانت القصة مبهمة وظلينا تقريبا سنتين احنا وهذا الشخص لغاية ما دزنا على شخص ثاني بعد ما اخذ مبلغ من المال اقوى من عنده، قال تاخذون البنية وتروحون وهسه راح تلقون السحر. وفعلا رحنا على شخص ثاني وبعد يعني ما سوى هالشخص طقوس كانت غريبة جدا، خلى البنت جالسة بأرض فارغة وجاب قطعة من القماش خلاها فوقها وعليها عدة كتابات ورموز وقال لي خاف خلي يطلع وهواي أشياء طلع علينا وقال تلقون قبر اسمه قبر فلان بمكان فلاني وكذا وكذا وتلقون عمل تطلعون هالعمل هذا وتجيبوا لي. وفعلا راحوا جماعة وجابوا عمل وجوي، وبعد ما فتح هذا العمل وفككه البنية صارت أحسن ورجع عقلها له، لكن بعدها بيها خوف ورعب من الأشياء اللي شافتها. هواي تكلمت على أشياء غريبة حصلت لها، تقول أتكلم ويا مرة عدها قرون اثنين وأحيانا أكو رجل شايب ياخذني ويروح يضل حامني ويمشي بيه يوصلني للمقبرة، هذني أكثر شغلتين كانت مركزة عليهن. بعدين سألتها هاني يعني ما تبي تقتلها هم شلون ماتوا؟ قالت دخل عليهم هذا وقتلهم. قلت لها منو؟ قالت اللي كنت انت تشوفه. طبعا يوم اللي قلت لي باللي رجعت وحلمت بي كان يتوعد، لكن انا الحمد لله والشكر ابتعدت عن كل هاي الاشياء. بعد ما رحت الشخص يقرأ بالقرآن قال كل الاشياء اللي سويتوها كانت حرام وغلط، بس خلاص مش الحال، حاولوا انه تبتعدون، ترش مهما تبعد عنك جن بالسحر راح يرجع عليك يوم من الايام. واعتقد انتو صارت عندكم تجربة قبل يعني. المهم ذاك الوقت انا تركت كل شيء والحمد لله والشكر البنية صارت افضل واحنا هم صرنا افضل، لكن البيت لحد هاي اللحظة ما حد يقدر يقعد بيه او يسكن، معروض من زمن طويل، ياه اللي يجي ويسمع قصته يتركه ويطلع. ولهنا أنا وتنتهي قصتنا لليوم. اذا عجبتكم ادعموني بلايك، اشتركوا لي بالقناة، فعلوا زر الجرس، وانتظروني غدا بقصة جديدة ان شاء الله.